مش ده حبيبي ما تعملش ناصح اللي بيديك ظهره ده معرفش مين اللي بيدخل ايده في مناخيره ده. ايوه هو ده. السلام عليكم. ده حبيبي معاك مصطفى النجار مخرج سينمائي. مخرج سينمائي. شكلك سينمائي انا بصراحه. يا راجل. بالعكس والله. لا شكلك سينمائي بصراحه. فانا كنت بدور على حد في سن حضرتك في يعني عندي دور في الفيلم اسمه حياه الشوارع. يلا حركس خليه انا لازم اخليك يلا 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 انا هعمل ان انا ابنك بس انا بويز يعني انا بشرب مخدرات وما بحترمش حد ابدا وداخل البيت بس جالي مرض. حتى ابوك ايه؟ حتى ابوك انت بابايا. فانت مفروض ان انت يعني هتهرش لي بظهري مثلا جامد بقى. فانا بقول لك لا يا بابا لا مالكش دعوه كمل عادي. لا يا بابا لا يا بابا لا انت بوظت المشهد. ما انا هنعيدها تاني بس انا عايزك تتقمص الشخصيه قوي. ايوه بس ماشي تمام. لا عادي احنا ده تمثيل اسمه حياه الشوارع الفيلم. نجرب تاني. مش هتحرك للناس. كانه هيصور في الشارع ده. تمام يلا. ما انا بس باخد رياكشن بس. ممكن يلا واحد اثنين اكشن. يلا. لا يا بابا يا بابا سيبني يا بابا يا بابا. لا ما انت هتتعصب عليا. بس يا ابني اقعد ساكت كده. يعني عايزك تتعصب عليا. لو مش قابل الموضوع نشوف حد تاني. انا بص صاحب الفيلم. ما هو التمثيل. ما هو التمثيل لازم يعني لازم تبقى عامل حساب ان التمثيل برضه صعب. ما انا صاحب الفجر وجاي من التجمع الخامس بلف حواليك. نعملها اخر مره. انا عايزك معايا عن جد. عايزك معايا انا كمان عن جد. هناك يعني نجرب بدري ما تعود اخليك يبقى يطلع منه كلام تلقائي. هنجربها كمان. هنجربها كمان مره. مستعد؟ ممكن. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ ايه؟ تعالى تامر سامي. اعمل معايا المشهد ده كده تامر. ارش في ظهري يا تامر. لا يا محلاه يا تامر. لا يا بابا ما تروحش التجمع يا بابا. لا يا تامر ما تروحش التجمع يا بابا. يا تامر يا بس.